موجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت اللجنة المالية في البرلمان أن حكومة السودان تأخرت كثيرا في إرسال جداول صرفيات موازنة سنة 2024، وقال عضو اللجنة جمال كوتشر إن الحكومة لم ترسل جداول صرفيات موازنة سنة 2024 إلى الآن، مبيناً أن التصويت عليها يحتاج إلى وقت من قبل البرلمان لغرض دراستها أو التعديل عليها. وبيّن كوتشر أن البرلمان لا يعرف ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة لكل هذا التأخير في إرسال جداول الموازنة، رغم أنها لا تستطيع صرف أي من المبالغ وخاصة للمشاريع وغيرها إلا بعد تصويت البرلمان على تلك الجداول. أكد خبراء اقتصاديون أن سرقة أموال المسافرين أو الدولار المخصص لهم لم تعد جريمة أو تعد جريمة اقتصادية منظمة وعلى مستوى كبير ومؤثر في الاقتصاد العراقي واستقرار أسعار صرف الدولار. وأوضح الخبراء أن عملية سرقة دولار المسافرين لم تكن سراً تكشف اليوم، إلا أن الذي حصل هو أن ديوان الرقابة المالية قد أعلن ذلك وحدد الأرقام والأعداد لتلك السرقات، مبينين أن هذه العملية قد حققت أرباحاً للسارقين تقدر بنحو أكثر من 205 ملايين دولار خلال 8 أشهر فقط. طالب المواطنون المتقدمون لموسم حج 2024 في العراق، طالبوا الحكومة والبنك المركزي العراقي بتأمين وتوفير الدولار لهم لأغراض السفر وبالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً. وشدد الحجاج على ضرورة تخصيص مصارف حكومية لبيع الدولار لهم بالسعر الرسمي، مؤكدين أنهم يضطرون للذهاب إلى السوق السوداء لشراء الدولار بأسعار تجارية لعدم توفره في المصارف الحكومية. توعدت إدارة صندوق الإسكان فرع ذي قار المتعثرين بسداد القروض في المحافظة، فيما هددت بحجز راتب الكفلاء وبيع العقارات بالمزايدة. وذكر إعلان حكومي أن الصندوق نشر قوائما بالأسماء المقترضين المتعثرين بتسديد الأقساط لصندوق الإسكان، وأضاف أن الصندوق أمهل المتعثرين لتسديد ما بذمتهم من مبالغ متأخرة، وبعكسه ستتخذ الإجراءات القانونية بما فيها حجز راتب الكفلاء وإعلان العقار للبيع بالمزايدة العلنية. حل العراق رابعاً في قائمة الدول الأكثر توريداً للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية خلال شهر آذار الماضي. وذكرت شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية أن العراق تلا السعودية والإمارات وأمريكا وحل رابعاً كأكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية لشهر آذار الماضي، وبواقع 8 ملايين برميل، مرتفعاً بنسبة 3% عن نفس الشهر من عام 2023 التي بلغت فيها الصادرات النفطية لكوريا الجنوبية 7 ملايين و770 ألف برميل، ومنخفضاً عن الشهر الذي يسبقه بواقع 5%، إذ بلغ 8 ملايين و419 ألف برميل يومياً. إلى أسعار العملات مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
الختام الموجز إلى اللقاء.